يسعد صباحكم بكل الخير مشاهدينا الكرام، إن شاء الله دائما الخير والرزق والصحة والعافية ساكنة ببيوتكم ورب العالمين منعم عليكم بنعمة الصحة. لما نحكي عن الصحة والعافية فأكيد هي نعمة أولا من رب العالمين، ومن ثم إحنا لازم نسعى لإلها. كيف ممكن نسعى لصحتنا، وكيف ممكن نسعى دائما نكون متمتعين بهالنعمة اللي فعلا غالية واللي ما بيضاهيها أي نعمة من النعم الموجودة بحياتنا. لما نحكي عن صحة وبنية جسم فأكيد إحنا لازم نكون عندنا مثلا كتلة دهون معينة مناسبة لجسمنا، وكلياتنا بنعرف أخطار السمنة ومساوئ السمنة ومساوئ تراكم الدهون الموجودة بالجسم وشو ممكن تودي فينا لمشاكل صحية جدا سيئة، ومنها ممكن تكون مثلا أمراض مزمنة ممكن الأشخاص ينصابوا فيها بسبب زيادة الوزن. كثير من الأشخاص حلمهم ينزلوا بالوزن وبيحاولوا دائما وبسعوا بشتى الطرق، ولكن لسبب ما عم ينزل هالوزن وعامل بلوك وبقول لك أنا ما في حرق بجسمي. إحنا رح نساعدكم اليوم بشوية أفكار لحتى تراجعوا حالكم، هل أنتوا عندكم فعليا ثبات بالوزن ولا أنتوا ما عم تعرفوا تنزلوا وزنكم بالطريقة الصحيحة؟ بداية لما بنحكي عن أشخاص بدهم ينزلوا وزنهم وكيف ممكن إنه إحنا ننزل وزننا، فأكيد ما بننكر إنه أول شيء ممكن نسعى لإله وأهم شيء اللي هو حساب السعرات الحرارية بطريقة صحيحة. كثير من الأشخاص بيلجأوا لآلات حاسبة موجودة على جوجل ممكن عن طريقها يدخلوا الوزن، يدخلوا العمر، يدخلوا الطول والجنس طبعا، وبهي الطريقة يقولهم مثلا أنت السعرات الحرارية اللي جسمك بيحتاجها هالقد. ولكن وين بتصير المشكلة؟ المشكلة بتصير بأنه إحنا عارفين أنه إحنا بحاجة هاي السعرات الحرارية ككمية، ولكن كنوعية ما عندنا دراية قدي لازم ناخد بروتين، قدي لازم ناخد كربوهيدرات، قدي لازم ناخد خضروات وفواكه، وقدي لازم ناخد من مجموعة الحليب والدهون الصحية. أكيد إحنا ما بننكر إنه اللجوء دائما لمختص يحسب لك هاي النسب ويعطيك إياها مناسبة لجسمك ويتكيف معك حسب طبيعة جسمك هي الطريقة الأمثل، ولكن اليوم إحنا بدنا نحكي عن الأشخاص اللي حابين يحسنوا لايف ستايلهم مع نفسهم وما بدهم يلجأوا لمختص بهذا الشأن. بداية لما نحكي عن الحمية الغذائية فأكيد لازم نثبت مع بعض طريقة لتناول الطعام، يعني ما نعمل دايت بلان خاص فينا إنه إحنا نكون عارفين حالنا إنه إحنا شو بدنا نفطر، شو بدنا نتغدى، شو بدنا نتعشى. ليه لازم أو إنه نكتب أو لازم يكون معنا شيء مكتوب لحتى نعرف حالنا شو لازم ناكل بهاي الوجبات إذا كان هدفنا إنه ننزل وزننا ونحرق دهون؟ لأنه في عنا ساعة بيولوجية بالجسم فإحنا بدنا ننظمها، بدنا ننظم إنه أنا في عندي وجبة إفطار، في عندي وجبة غداء، في عندي وجبة عشاء. أنا دائما كأخصائية تغذية بنصح إنه الأشخاص بدهم ينزلوا وزنهم يتناولوا من 4 إلى 5 وجبات خلال اليوم، ممكن يكون وجبتين أو 3 منهم عبارة عن وجبات رئيسية مثل فطور أو غداء أو عشاء، وممكن يكون منهم وجبة أو وجبتين عبارة عن سناكات، يعني إحنا بنحكي عن حصة حليب أو لبن مع حصة فاكهة مع كم من حبة مثلا من 6 لـ10 حبات مكسرات، وإحنا هون بنحكي المكسرات الصحية. بهاي الطريقة فعليا إحنا ممكن نقدر إنه إحنا نضبط الساعة البيولوجية الموجودة بأجسامنا، إنه الجسم يقدر يستوعب إنه إحنا في عنا وجبات عم ناخدها باستمرار على مدار اليوم. بهاي الطريقة أكيد إحنا رح نعود الجسم إنه اصرف ما بالجيب يأتيك ما بالغيب، اصرف السعرات الحرارية الموجودة عندك هلا لأنه كمان شوي رح يجيك كمان وجبات. وهون بتيجي لعبة الوقت، إنه أنا كيف ممكن أخذ الوجبات بتوقيت ممتاز. يعني ممكن إنه إحنا نعود أجسامنا إنه أنا بالساعة مثلا 12 الظهر أنا بفطر، بعد 2 لـ3 أنا عم باخذ سناك، بعديهم بساعتين أنا عم باخذ وجبة رئيسية وجبة الغداء، بعديهم بساعتين أنا عم باخذ وجبة العشاء أو سناك. فأنا بدي أعود جسمي على أوقات محددة ونظام أنا ماشي عليه لحتى أنا أشتغل على الساعة
البيولوجية وأشتغل على عقلي اللاواعي إنه أنا في عندي وجبات بنظام معين وإنه أنا كل ساعتين لثلاث ساعات عم بدخل وجبة لجسمي، بهي الطريقة إحنا بنعود الجسم إنه ما يدخل بمرحلة منسميها الارتداد الدهني، فبيصير الجسم شو ما عم يدخل عليه من سعرات حرارية عم يستهلكها. بهي الطريقة إحنا ممكن نساعد أجسامنا على الحرق. كمان بالنسبة للأشخاص اللي بيكونوا محتارين، طيب أنا أدي ألعب رياضة وأدي أخذ وجبات، كم لازم ألعب رياضة باليوم؟ وبيبلشوا بحماس بأول أسبوع بدنا نلعب رياضة ساعة وساعتين باليوم، بتلاقي بعد 10 أيام أنت استنفذت طاقتك ومش قادر تكمل. هون بيجي فكرة التدرج، إذا أنا بدي أزيد من حرق بجسمي وأزيد من حرق الدهون تحديدا لازم أتدرج بتناولي للأصناف الغذائية وأيضا بممارسة الرياضة اللي لازم أمارسها خلال يومي. الناس اللي متعودين دائما قاعدين ما عم تلعب أي تمرين رياضي ولا عم تمارس أي نوع من أنواع الرياضة، أنا بنصحكم تبدأوا بالأسبوع الأول أنه تمارسوا يوميا 10 دقائق فقط من رياضة كارديو مثلا، أنه إحنا نمشي خلال هدول 10 دقائق. بنيجي بالأسبوع التالي إحنا بنخلي 10 دقائق هدول يصيروا ربع ساعة، بالأسبوع اللي بعده منخليها 3/4 ساعة، لحتى نوصل إنه إحنا عم نلعب رياضة ما يقارب 40 دقيقة خلال اليوم. وبهاي لما بنوصل لهذا الرقم إنه أنا عم بلعب 40 دقيقة باليوم، فأكيد لازم إنه إحنا نلعب فقط 4 إلى 5 أيام بالأسبوع ونخلي في عنا فترات للاستراحة لحتى نعمل على استشفاء العضلات الموجودة بجسمنا. كمان الأشخاص اللي بيسعوا لإنقاص الوزن بدنا ندير بالنا إنه إحنا نحاول دائما ننقص من كتلة الدهون وليس من كتلة العضل، مشان يضل الجسم مشدود والقوام ممشوق ودائما نحافظ على صحة جيدة. ولما تسعى لإنقاص وزنك بدك تسعى دائما كمان لشرب الماء، والماء نفس الشيء بالتدريج، إذا أنت ما بتشرب ماء نهائيا ممكن تبلش يوميا تشرب 2 كوب، ترفعهم 4، ترفعهم 6، لحتى توصل 2 إلى 3 لتر خلال اليوم. والنقطة الأهم لما بنحكي عن أشخاص بيعانوا من ثبات الوزن، ممكن أنت إذا كنت بتتبع كل الأساليب اللي أنا ذكرت لك إياها من بداية الفقرة لليوم تكون مهمل جانب جدا مهم ما لازم نتغاضى عنه واللي هو الفحوصات المخبرية. كثير من الأشخاص بيسعوا لإنقاص وزنهم ولكن بينسوا في حال ثبات الوزن أنه ممكن يكون عندهم نقص بفيتامين دي، ممكن يكون عندهم نقص بمخزون الحديد، ممكن يكون عندهم نقص بإفراز هرمون الثايروكسين بجسمهم فيحتاجوا لفحص الغدة الدرقية، وممكن أنه يعانوا من مقاومة أنسولين أو بيكونوا بيعانوا من مقاومة أنسولين وهم مش عارفين. إذن مقاومة الأنسولين وفحص الغدة الدرقية وفحص فيتامين دال وأيضا نسبة الحديد الموجودة بأجسامكم أو مخزون الحديد هي من العوامل إذا فيها خلل رح تؤدي لثبات الوزن. واللي دائما بننصح كأخصائيين تغذية إنه نعمل هاي الفحوصات باستشارة طبية مشان إذا في خلل بأحدها دائما نلجأ للطبيب لناخد العلاجات المناسبة. الفكرة إن نكون عارفينها إنه هو مثلث متكامل الأطراف، عندنا 3 زوايا، إحنا نعرف قد بناكل قد بنتحرك، وإذا عندنا مشاكل صحية بدنا ناخد فيها أدوية لحتى ننزل بالوزن وتحديدا ننزل بوزن الدهون.